جيد صراحة. شوف تفضل طال عمرك. هذه الطريقة. نرسم صندوق تقدر تلعب في البيت أو على ورق. حلو. نرسم صندوق ولكن ما نرسم الخط. لا 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 لا. الضلع الفوق. الضلع هذا اللي هنا ونعمل إكس. الطريقة كالتالي: اللي يوصل هنا الوسط، اللي يوصل وسط بحيث إنه ما يكون فيه طريق للخصم الثاني إنه يحرك. أنا ماني شايف ترى أبشرك. ها؟ ماني شايف. ما تشايف. أنت حتطلع أنت راس براس. آه طب إبراهيم أو أنا أقول أنت ما شاء الله الكبير فيا. فمع مجدي. أنت ومجدي. أنا ومجدي؟ أيوه. لا أنت ليه جاي؟ صدقني حتجيبها. ما بيداو ما بيداو. لا ما استطعت ولكن ما استطعت. أنت تستطيع. ماجد جزاي. يلا تعال. مجدي ولا ماجد؟ يلا سريع. انا ماني عارف انت ليش قاس علي يا ابو ساره. ابراهيم لا من انا اكون كبش الفدا في البدايه. لا أوه. مجدي 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 يلا عادي انا هصير كبش الفدا اليوم بدالك. يلا يلا بسم الله. العافيه استاذ مجدي. يلا بسم الله. ها كده يلا هو. كل واحد ايوه ايوه شرط انك ما تشيل الحجر من مكانه فقط تبرره يعني ما يمديك تشيله وتحطه في الجهه الثانيه. طيب يلا بسم الله. انا امنع انه يوصل فين عشان اعرف بس في النص منطقه امنع انه يوصل هنا. ايوه اللي يوصل هنا النص. ايه اذا جبت حجرك في النص وحبسته على قولتهم ما قدرت. تكفى ابراهيم روح يا باسل تستطيع. دوس واحد اثنين بس عادي نقدر نتشعب وكذا هو. اي عادي عادي انا احرك بس الحجر الاخضر. ايوه انت الان لونك الاخضر. ايوه يلا وانت الاصفر. وانت الاصفر. يلا بسم الله يلا ابدا على بركه الله. ابدا يا مجدي. لا انت ابدا. قرب لنا بالله. ايوه يا روح 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 الى النص كمل الى النص. ايوه عادي درد. لا شيله 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 عادي شيله بس عشان احنا قاعدين نشرح انه ما يمديك تنقلها من مكان الى مكان ثاني. حلو يلا يلا باسل ممتاز. يلا باسل الان يعتبر قفل عليك يا باسم. ما معاك الا هذا الحجر تلعبه كذا. اها طيب يلا روح. انا لازم اوصل الاثنين حقي في النص. لا مو اللي في النص. ها؟ تحبس. شوف الان باسم ما عنده خط ما يقدر يتجاوز. باسم شوف كذا ما يقدر يروح وكذا ما يقدر يروح. باسم كذا تقفل عليه. الان انت لازم تحرك الحجر. حلو اني اطلعه برا يعني. لا ما تطلعه مجدي لازم نسوي بروفات من العصر. يلا ايوه لا غلط. ايوه في الاركان. يلا يا باسم يلا يا باسم خلاص اللعبه وضحت يا باسم. ايوه يلا روح حجر. ايوه يلا روح. ما شاء الله عليك يا باسم. والله شكلك مذاكر كويس. يلا الان مجدي. يلا باسم عيش. ليه هنا هنا. ايه يا فقي. يلا حلو. هلا والله. هيني هاز كيف بس ابراهيم. يلا الان مجدي. انا ما يمديني اجي. ما عندك تمشي. شوف هذه هي. يلا كمل. انا لعيب ابراهيم. انت مره لعيب رهيب. انا يلا ها. انا اتوقع اللعبه ذي ما راح تنتهي الا بفاصل يا ابو ساره. حلو يلا يلا ابراهيم العب. العب انت العب انت. ها ما في الا الاثنين مركزين ما شاء الله. شيل دي شيل دي. لا لا ما بدك تشيل هذه. ما بدك تحرك دي اصلا. علشانك ابراهيم والله. لو مو علشانك والله ما احركها. يلا اسرع اسرع اسرع. يلا اسرع اسرع. يلا يلا ماني عارف فين الفوز. انا ماني عارف. يلا الحين بتعرف الفوز. يلا روح روح كمل. حلو يلا يلا خلاص انا فايز. لا لسه لسه العب. ليه يلا يلا باسم. هلا والله. يلا ايوه يلا العب العب الاصفر. مبروك العب الاصفر. الله العب 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 كمل كمل يا باسم. ما في هي لسه. ايوه يلا اللعب هذا تنتهي بدعاء. يلا ابراهيم يا رب تنتهي. يلا يلا باسم العب العب ترى مو من العب. الله لا غلط كذا. لا ارجع. يلا ارجع. ايوه جيب هذه كذا. الان باسم باز. ليش؟ عشان جابهم في خط واحد. شوف انا من اول جبتهم في خط. لا انت الان ما عندك الطريقه. صح. شوف انا ما عندك طريقه. خلاص 1-0 1-0 1-0 لا لا خلاص 1-0. لا لا عمود واحد. انا من اول جبته في عمود واحد. 1-0 خلاص. من اول جبته في عمود واحد. لا اصفر ما جبت. ايوه اي خلاص. اللي فاز معنا 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 الاوروبيز مين يقول؟ دقيقه من اول جبته في خط واحد. ايش بك انت؟ اللي فاز طبعا يا باسم عشان اعطيك جوك بس هو مجدي. ليه؟ لانك انت ما تقدر تمشي. هو لما جاء في النص بس انت ما انت راضي تضبط الاوضاع. ايش بقى ثلاث مرات رفعت يدي. انا ميته في النص اقدر احركها في اي مكان. شوف هو كذا خلاص هو فاز. ليه اتحرك يا باسم؟ ما يمدينا نحركك. ما كنت جيت هنا. ما كنت ما كنت جيت الا قال لك ما كنت جيت. كيف ما كنت جيت؟ هو لازم تسوى كذا. انا كنت جيت كذا. ايوه كنت جيت كذا. ايوه كنت جيت. اذا الفايز هو مجدي عبد الغني. والله شكرا والله شكرا. معليش باسم هارد لك يا باسم هارد لك هارد لك. انا شوف نفسي